اليوم خلينا نعمل مع بعض هذا الميك اب البرونز. رح نعمله خطوة بخطوة مع بعض. رح نبلش ببرايمر، رح اطبطبه على كل الوجه، بعدين رح استخدم فاونديشن، عم بستخدم فاونديشن فنتي، رح اطبطبه بفرشاي على كل الوجه، بعدين بسفنجة رح اطبطب كل اشي. رح اخذ الكونسيلر رح احطه منطقة السواد تحت العيون او اذا في اي منطقة بتحبوا تفتحوها. بلوس باودر رح اثبت تحت العيون، بعدين رح اخذ بودرة ناشفة واثبت باقي الوجه. بعدين رح أخذ الكونتور ورح أركز على الأماكن اللي أنا بحب أظهرها بوجهي، مثلاً رح أركز على عظمة الخدود، على الجبين، وكمان على المنخار أو إذا بتحبوا كمان عظمة الفك. بعدين رح ننتقل للحواجب. أول إشي رح أمشطهم باتجاه فوق، بعدين رح أخذ أي باودر وفرشاي مايلة. رح أبلش بلون مناسب لحواجبي وأبلش من المقدمة، بعدين رح أبلش من الزاوية الفوقانية، بعدين رح أرجع للمقدمة ودائماً برسم وبمشط، وبعدين بمسكارا رح أمشطهم ورح أخلي هيك اللون يصير طبيعي أكتر ومبين إنه الشعر حقيقي. ننتقل للآي شادو. رح أخذ لون انتقالي مشمشي، رح أبلش أدمجه بحركة دائرية على كسرة العين، أبني اللون شوي شوي زي دايماً، بعدين رح أبلش أغمق الألوان شوي شوي بنفس الحركة الدائرية. رح أدمج الألوان وشوي شوي رح أغمق وأخذ لون غامق للزاوية الخارجية للعين، رح أحطه بفرشاي صغيرة وأفرده شوي شوي، ودايماً برجع بدمج بفرشاي فاضية. بعدين رح أخذ لون ذهبي أو برونزي بالأحرى، وبإيدي رح أوزع هاي اللمعة على الجفن المتحرك. بعدين رح أخذ أي لون من الألوان اللي استخدمتها وأوزعه على الجفن التحتاني. بنظف تحت العيون وبنتقل لتفنيش الوجه. رح أخذ شوية بلاش بلمعة، وبعدها رح ناخذ شوية هايلايتر ونحطه على عظمة وراس الخدود من فوق. لا اللبستيك اخترت لون غامق شوي، اخترت هذا اللبستيك من هدى بيوتي. إن شاء الله تكونوا حبيتوه وبحب أشوف تطبيقاتكم.